طبعاً في نسختها 29 الحمد لله مملكة البحرين قدرت تستقطب هذه الفعالية عندنا بحضور أكثر من 2300 زائر من دول العالم، فهاي شيء مشرف وشيء مفرح لنا اليوم. طبعاً الحدث حدث عالمي، الحدث حلو إنه يكون نبين مكانة مملكة البحرين ونبين إن إحنا عندنا البنية التحتية اليوم جاهزة لاستقطاب هالنوع من الفعاليات. طبعاً هيئة البحرين للسياحة والمعارض دائماً تحرص على إنه يكون في تعاون بين القطاع السياحي وقطاع الطيران لخلق فرص التعاون وعشان إن نسوي يمكن باقات سياحية جاذبة للناس إنها هي تي وتستمتع في مملكة البحرين، يعني بغض النظر إنهم يجون حق الفعالية نفسها ولكن نوفر لهم الباقات والرحلات السياحية اليوم إنهم يشوفون مملكة البحرين ويرجعون يجونا مرة ثانية إن شاء الله. على لنهاية السنة عندنا العديد من الفعاليات اللي بتصير في مركز البحرين العالمي للمعارض، وهي شيء يفرحنا ويسعدنا. يعني اليوم إحنا شفنا يمكن الحركة بشكل عام، الحركة الاقتصادية في البحرين يعني في نمو وفي ازدهار، وهاي الشيء اللي إحنا نتمناه طبعاً. فالسياحة هي تعتبر يعني أحد القطاعات المهمة وأحد القطاعات الواعدة اللي تساهم في الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين. We'll be right back.